هل تعتقدين أننا نحتاج لأن يكون لدينا خريطة للشباب في إفريقيا وأيضا لعمل شيء للاستثمار هذه الثروة، أعني الشباب؟ أعتقد أن هناك مشروعات خاصة بالشباب، وهذه المشروعات تضم الشباب وتقدم حلولا مختلفة، ويجب أن يكون هناك أيضا حوار بين الأجيال المختلفة، وهذا سيؤدي لانفتاح قارة أفريقيا على العالم وبلورة الحلول المختلفة للمشكلات، وأن يكون لنا قيادة وريادة في المستقبل، وهذا من خلال عمل شبكات خاصة بالشباب في المستقبل.